دي بيجي سي عن القواعد، بيحكولها كمان جرامر، اسم جملة لرندا باللي جيتمش زمان، يعني جمل اسمية بليرلي معرف، بليرلي يعني الواضح لحاله، بتجي معناه واضح هون، يعني الشهودي نحن بنحكي زمن الماضي الشهودي، جيتشمش معناه الماضي، زمان هو الزمن، بليرلي الشهودي يعني أنا موجود أنا شفته بعيوني. إكبان نركب الفارة، برضو بان الأولملو المثبت، أولملو بان مثلا إيش الاسم هون، هاصة هاصة لحالة معناه مريض، هاصة هاصة حكينا هنيك بالفعل كنا نضيف بس الض ونضيف حرف الام للبان، هو كلياتهم يعني نفس القاعدة، نفس الأحرف الصوتية بنحطها مثل ما استخدمناه هنيك، كمان رح أكتبهم هون، مثلا عندنا الأحرف آ أ بياخدوا الـ أ حرف الـ أ، آ إي بياخدوا إي، والأو أو بياخدوا أو، والآ إي بياخدوا إي. الأحرف الصوتية هيك دائما. شن برضو هون الفعل أو باردون الاسم عنا هاستا، هاستا يعني مريض، هاستاي ضم كنت مريض، الماضي كنت مريض يعني كنت مرضان بمعنى هاستاي ضم. فهون بالأسماء إذا كان آخر حرف حرف صوتي نضيف حرف الياء اللي هو الفاصل أو بنحكي الحماية، حرف الياء قبل ما نحط الزمن الماضي اللي هي ضم بان سان هاستايدن. شوف بس لو كان عندنا آخر حرف صوتي نضيف الياء قبل ما نضيف الزمن بالأسماء، هاستايدن كنت مريض أنت سان، أو هاستاي ض هو كان مريض، هاستاي ض هون إجا آخر حرف حرف الآ فضفنا هون الحرف الصوتي أ، عندنا الآ موجودة ضفنا حرف الأ، هاستاي ض يعني كان مريض، وما ننسى نضيف الياء إذا كان آخر حرف حرف صوتي. إكسون ركي بيز نحن هاستاي ضك كنا مريضين نحن، كمان ليه وبعدين نضيف ضك يعني نفس اللي بالفعل يعني نفس اللواحق عم نستخدم، هون الاختلاف انه بس اذا كان اخر حرف حرف صوتي نضيف ليه. فيك سيز انتم هاستاي دنز، دنز عندنا كله اخر حرف حرف صوتي الا، عم نضيف الأحرف الصوتية اللي استخدمناها بالزمن عم يكونوا عنا حرف الأ، حسب الأ عم نضيف الأ حسب الاسم بتغير. أونلار هاستا لارد، أونلار هاستا لارد، أو هاستاي دلار. شوفوا هون لأنه ضفنا اللار آخر حرف صار عنا مو صوتي صامت، ففورا ضفنا ض. Onlar hastalardı. Hum kanu maridun. أو فينا نستخدم هاي الطريقة. Onlar hastaydı. يعني نستخدم مثل ال O من دون ال لار. وفينا نضيف ال لار بعدها. Hastaydılar. وفينا ما نضيف. حسب التوافق الصوتي. ال إنجا harfler وال كلن harfler. نعرف ال لار وال لار بنستخدمها. هيك المنفي. Olumsuz. منفي. Ben hasta değildim. Değil. شوفوا عن الأسماء استخدم değil. هناك بالأفعال كنا نستخدم ما ما للنفي. هون استخدم değil. بعد değil نضيف الدم. اللي هي لاحقة البان. زمن الماضي. دم. hasta değildim. hasta değildim.
لم أكن مريض، لم أكن مريض. سان هاستاد ديل دين. شوفوا حسب التوافق الصوتي الديل ما بيتغير، بيضل مثل ما هو. فلهيك أنا الحرف الصوتي عم استخدمه هون إيه دائما. هاستاد ديل دين، هاستاد ديل دي. لم يكن مريض هو أو هي، لم تكن مريضة. بيز هاستاد ديل ديك، هون ضفنا ديك يعني الحرف الصوتي حسب التوافق الصوتي ضفناه. هون اجا اي، شوف حرف الاي شو بياخد، اي. هاستا ديل ديك، هاستا ديل دينيز، لم تكونوا مريضين انتم. اونلار هاستا ديل لاردي، هاستا ديل لاردي، او بنحكي هاستا ديل ديلار، لم يكونوا مريضون هم. هن أكتر شيء بالحكي أي وحدة بيستخدموا خاصة دي العادة، خاصة دي دلار، بيستخدموا الثاني هاي بالحكي أكتر شيء، خاصة دي العادة يضع خاصة دي دلار، خاصة دي دلار أونلار. طبعا للأونلار حتى ما بيستخدموا اللار، خاصة دي دي يعني بيستخدموا مثل الأو هون من دون لاحقة. أولوملو سورو سؤال مثبت، كيف استخدم الماضي مع الأسماء. بان هاستا بيحطوا اللاحقة بعد م اللي هي للسؤال، نعرف م مي مو مي حسب توافق الصوتي لهدول الأحرف كنا نستخدم. فهون هاستا آخر حرف آ استخدمنا أ م، هاستا م. لا إذا ما استخدمنا هي اللاحقة الماضي هاستا م يعني بمعنى هل هو مريض، هاستما يعني هون إذا هدول ما كانوا موجودين جانا هيك لحاله هاستما هل هو مريض بمعنى. لكن شيلو لنجا هاستميدم هل كنت مريض. هون كمان عنا كل ما بدنا نضيف الدم يعني الزمن الماضي إذا كان آخر حرف حرف صوتي نضيف الياء اللي هي الفاصل الحماية. هاستا ميدم، هاستا ميدم هل كنت مريض؟ أنا هل كنت مريض؟ سان هاستا ميدم هل كنت مريض؟ أنت كمان لاحظوا كل ياتنا عم نضيف حرف الياء لأنه جاي آخر حرف حرف صوتي الم. هاستا ميدم هل كنت مريض؟ هاستا مريضا، هاستا مريض هل كان مريض هو، هاستا مريض بيس هاستا مريضك، مريضك هل كنا مريضين نحن. سيس هاستا مريضنز هل كنتم مريضون أنتم. ودا أونلار هم، هاستا لار مريض. شوفوا اللار فينا نضيفها هون وفينا نضيفها هون آخر شيء وفينا ما نضيفها. هاستا ميد، هاستا ميدلار، هاستا ميد، هاستا ميدلار، يا دا هاستا لار ميد. وهنا بيستخدموا من دون اللار أكثر شيء هاستا ميد. بكي أولمسوز سورو السؤال المنفي. بان هاستا ديل كلهم هاستا ديل، هاستا ديل عم نضيف لاحقة الزمن بعد المي طب كبرنجبه يعني مثل هاي بننجبه بننجبه اينسنو كلهم يورس. هاستا ديل ميدم ألم أكن مريضا، ألم أكن مريضا الماضي ألم أكن. فما نحن نضيف ديل هي للنفي سؤال المنفي هاستا ديل ميدم يعني ضفنا زمن بعد السؤال هر زمان. هاستا ديل ميدم ألم أكن مريض، هاستا ديل ميدن تان، هاستا ديل ميدن ألم تكن مريض، أو هاستا ديل ميد ألم يكن مريض هو. بيز هاستا ديل ميدك
خلاص تعدي يعني ألم نكن مريضين نحن. سيز هاصد ديل ميدنس. دائما نضيف الحماية يا لأنه جاي آخر حرف حرف صوتي. هاصد ديل ميدنس يعني ألم تكونوا مريضون أنتم. أونلار هاصد ديل لارميد يا دا أونلار هاصد ديل ميد يا دا هاصد ديل ميدلار. نضيف اللار أو ما نضيفه يعني ne gibi, o gibi, bunun gibi. Hasta değil miydi? Tıpkı onun gibi kullandık. Şimdi başka isimler vereceğim. Mesela aşağıda örnek var. Ne diyor? Gelecek hafta, pardon, geçen hafta çok yorgundum. Geçen, الماضي. Geçen hafta الأسبوع الماضي çok كثيرا يورغندم يعني كنت تعبان كثير. كنت تعبان يعني يورغون. شوفوا آخر حرف مو صوتي فما بنضيف الياء فقط إذا كان آخر حرف صوتي. يورغون تعب بمعنى يورغندم. بان يورغندم ne zaman? Geçen hafta يعني الأسبوع الماضي. geçen hafta فصار عنا استخدم لاحقة الزمن الماضي belirli geçmiş zaman. Ali'ye 2 yıl önce yani burada neyi ekledik? Şu ضفنا هون yorgun yorgun ضفنا له دوم yorgundum حسب توافق الصوتي اجى عنا هون آخر حرف U فنضيف الU. يورغندم علي 2 يل önce علي قبل سنتين 2 2 يل سنة 2 يل سنتين önce قبل öğrenciydi öğrenci آخر حرف إيش صوتي إيش نضيف ي قبل لاحقة öğrenci öğrenci ne demek يعني طالب öğrenciydi. نضيف الياء لأنه عندنا حرف صوتي آخر شيء بعدين نضيف الدي. كيم علي بس شفنا اسم فنحن نستخدم او هو علي. علي نيدي شو كان؟ öğrenciydi كان طالبا كان. فهون عندنا آخر حرف صوتي اي حسب توافق الصوتي نضيف حرف صوتي اللي هو الاي. هيكي onlar هم دون البارحة onlar دون مطلو ديلدلر ديلدلر هون النفي مطلو معنى سعيد مطلو ديل غير سعيد مطلو ديلدي لم يكن سعيد مطلو ديلدلر لم يكونوا سعداء هم يعني ايش ضفنا هون ديل pardon ديل ليس ضفنا له دي الماضي وبعدين ضفنا لار وفينا ما نضيفه. onlar dün mutlu değildi diyebiliriz يعني فينا نحكي diyebiliriz. onlar dün mutlu değildiler يعني حسب مثل ما شايفين حسب توافق الصوتي عم نضيف الأحرف الصوتية. لار نعرف أخذناهم بالآبير لار لار حسب التوافق الصوتي عندنا هون إنجار فضفنا لار هيكي لم يكونوا سعداء بمعنى سيز أنتم جتانيل كل ما شفنا جتان بمعنى الماضي سيز أنتم جتانيل السنة الماضية إسطنبول دا في إسطنبول إسطنبول دا ميدنز هل كنتم في إسطنبول ما نعرف هاي السؤال بداكا Evet, devam edelim. İstanbul'da mıydınız? Hel kuntum fi İstanbul demek istiyor. Fahon ana sual mı? Baden ahir harf sauti ضفنا له ye لانه ahir harf sauti
بعدين دنز اللي هي لاحقة السيز دنز بالشكل ده. لهون في حدا عنده سؤال رح أكتب، إذا ما حدا عنده سؤال رح أكتب غير أسماء ونضيف لواحق، رح أختاركم واحد واحد مشان تعطوني. بكي ستار سنس بان فيري مثلا محمد، نبلش من عندك من اعتدنا نطالعك الأول. بانا بي اسمك üzgün mesela. Üzgün. حزين. Üzgün. احكي لي انه كان حزينا. شو رح ضيف؟ هو. محمد. Evet hocam. شو رح ضيف؟ آخر حرف. صامت. Üzgün. Üzgündün. Üzgündü. Evet, üzgündü, aferin. Üzgündü. Mesela bana başka bir isim ver. Başka bir isim. Kafanda var mı? Evet. Aradı. Hayır. Ara. Aramak fiil. Aramak fiil. Kul şey fi mak. Yani mazhar. Fi mak, mek, aramak. Aradı. Aa, ismi ya. Evet. Hocam, mutlu olur. Mutlu daha önce kullandık. Mutlu. Mutlu. Evet söyle. Mutlu. Ne güzel olacak? Bir daha söyle. Mutlu. Mutlu. Son harf sesli ama. Mutlu di. Mutluydu. Yudu. Ne? Aynen. Mutluydu. Mutluydu. Aynı şekilde olacak. Güzel. Güzel. Evet, güzel. Ne olacak? استخدم هالمرة سيز. Güzel. محمد. Deniz. Güzel Deniz. Evet ama Muhammed. Deniz. Güzel Deniz. Şufu hasab hay hanastakhdim. Bas el ahraf el sawtiyya. Şu bensaw fiyon hasab tawafuq el sawti min. Ja'alna hon akhir harf a injarf. Gayr injarf hasab tawafuq el sawti yani istakhdim i i. Peki. Rahma. Evet hocam. Bana başka bir isim ver. Marangoz. Marangoz. Evet. Çar. Evet. Hocam meşgul. Hela hela Rahma. Rahma ضيفي. البيز. بيز. Marangoz, dik, duk. Evet, duk. Yes. Duk. Hala, min haka? Fatin. Sıcak. Evet. Evet. Mutlara hada, bas huyu ihki, tamam? Yalla, ihki. Bana bir isim ver. Kızgın. Kızgın. Gadın. Evet. Evet, ne olacak? Kız, kızgındım. Aynen, kızgındım ben. Kuntu gadi ben evet. Bir mana. Lu'lu'a. Öğretmen. Evet, öğretmen. Öğretmen. Öğretmen di. Evet, öğretmendi. Öğretmendi. Peki. هطالعكم مشان تحلوا لتحت. سراء. مرحبا. أهلا. مشكلة.
geçen hafta çok yorgun. Bu yüzden partiye gidemedim. بمعنى مين كان تعبان؟ بما اني هون عم بحكي جدمدم معناته عم بحكي عن البان صح؟ evet يورغون يورغون دو بان يورغوندم evet يورغوندم بان يورغوندم كنت تعبان يعني geçen hafta çok yorgundum. كنت تعبان كثير الأسبوع الماضي. geçen hafta. Bu yüzden لهذا السبب bu yüzden hasta mısınız? Kim? Ses geliyor da. Bu yüzden لهذا السبب partiye yani إلى الحفلة. Partiye gidemedim. لم أستطع الذهاب إلى الحفلة قدمدم لا القدمدم غير القدمدم هون شايفين ضفنا الآ هي الدا معناها لم أستطع طبعا الآ وبعدين الماء المال النفي هي الآ معناها استطاعة يعني لم أستطع الذهاب لم أكن أستطيع الذهاب قدمدم هناخدها هالحرف الصوتي هي تحت Peki. Cebel. Evet hocam. Siz geçen hafta sonu hasta mısınız? Hasta. Fi sual hon. Şu mündeyif can sual. Hasta mısınız? Mı? Naam. İstakdım الماضي hon. خاصة م والسيز شو لأنه في عنا هو حرف صوتي أول شيء نضيف الياه شو ما كان يكون معناه مشان السيز شو كانت اللاحقة مي دنز مي دنز معكم كتب يوك من هلا يوك كتاب يوك هلا يوك أل ياز Peki. Tamam hocam. Peki siz geçen hafta sonu السبت والأحد نهاية الأسبوع siz geçen hafta sonu yani نهاية الأسبوع الماضي hasta mıydınız? هل كنتم مريضين؟ أو الاحترام بيقولوا بيستخدموا siz يعني hasta mıydınız للمعلم أو للطبيب لما بيحكوا للكبار بالعمر ندان هاستانية جيتنز ندان فهون بقول انه ليش لماذا ذهبتم الى المشفى ندان هاستانيا جيتنز يعني هل كنتم مريضين لهذا السبب رحتوا على المشفى ندان لماذا ندان هاستانيا الى المشفى جيتنز ذهبتم sonraki سوسن Dün evimiz hırsız geldi. Evimize. Bu yüzden çok evimize bu yüzden çok üzgündüm. Evimiz. Şu yani evimiz ya Susan. Yani beytene, beyti. Fa ay damir hanistakhdem. Özgün. Siz? Özgündüm. Hayır. Hocam. Hayır. Hiye. Sousan cevap. Sousan ay damir nistakhdim hon. Am tehki innu beytana. Biz değil mi? Biz. Nahnu. Beytana. Üzgün. Üzgünü. Nuz. دك دك دائما للبيز نضيف حرف الد واخر حرف ك بس يعني هدول الحرفين
وبيناتهم الحرف الصوتي بيكون حسب التوافق الصوتي. هون اجى اخر حرف يو فبنضيف حرف الاو. اوزجندك، كنا حزينين، تشوك اوزجندك، لهذا السبب بيوزدان، لهذا السبب تشوك اوزجندك، كنا حزينين جدا. دون البارحة أبي مزاح إلى بيتنا، لما نحكي أبي ميز هرسز جيرد فهي جملة غلط، لازم نحكي الا هون يعني إلى بيتنا، فات بيتنا ما نقول فات بيتنا، يعني يمكن بالعربي بيزبط لكن بالتركي ما بصير. دون أبي مزاح هرسز جيرد، هرسز هرسز معناه حرام وسارق، جيرد دخل. هون كمان استخدم الماضي. تسنيم سالم. Evet. Senin baban öğretmendin. Hayır, soru. Soru işareti var. Öğretmen miydin? Öğretmen miydi? Fina kul. Öğretmen miydi? Fina kul. Öğretmen değil miydi? Senin baban, ebeke, abuk inti. Senin baban öğretmen değil miydi? Alam yakun mualliman. Av, fina kul. Öğretmen miydi? Hal kana mualliman. Nenatom bisgiru. Öğretmen miydi? Mi, nضيف liye. نضيف الدي، ما انه مين، عن مين عم نحكي؟ عن الاب، عن ابوك بابا. ميد يضع، او خليني نحط الثاني، ينقل دي الميد، ميد هيك. هي مو المفروض تكون ميدن؟ غير عم بيحكي عن أبوك، هو اللي كان معلم. سنين بابان يعني أبوك، هل كان أباك معلما؟ هو. تمام يا تسنيم؟ أوكي تمام. تمام. تغريد؟ مرحبا هوجام. مرحبا. Mehmet geçen hafta çok mutsuz. Çünkü sınıfı kötü geçti. Evet. Mutsuzdu. Aynen, mutsuzdu. Tayyip, ise kan mutlu. Evet. Mutlu, mutlu, mutludu. Vel mutlu. Harf, harf, evet. Harf, harf, sauti. Evet, mutlu. Mutluya, mutlu, mutluydu. Evet, mutluydu. Mutluydu. Mehmet, Muhammed, evet. Geçen yıl, sene maziye, hiç mutlu, pardon, mutlu. Hiç, fi enne hon hiç, ana ben karattı cümle. Değil. Fi enne hon hiç, dil ad nefi. Yani. Dil ad nefi, yani ebeden, ma kan mabsuz ebeden, lem yekun sa'iden ebeden, feşu tkun, tagrid. Mutsuz değil. لا ما ما غير المتصوص، هنا كاتبين مطلو، شو النفي بيكون؟ طب لحظة أشوف أنا، مطلو ديل، ديل عينا ديل. ديل بالماضي، ديل بالماضي، ديل دي عينا ديل دي. نحن بس نشوف هيك فورا لازم نعرف أنه نستخدم النفي مطلو ديل. أنا لأنه عندي بالكتاب. آه بعرف. وحليتي اللي عندك صح. çünkü sınavı kazanamadı. Kutu geçti. Evet. çünkü sınavı kazanamadı. لأنه ما نجح بالامتحان. سناف معناه الامتحان. kazanamadı. أنه لم يستطع النجاح بالامتحان بالماضي. لم يكن قد استطاع. هيك ميسال جبور. ميسال هيك نور.
Efendim. Deniz girdik. Denize. Deniz girmedik. Denizde girmedik. Çünkü deniz çok soğuktu. Soğuk. Yani fıstıkçı şap. Çımın diye. Duk. Soğuktuk. Ne? Soğuktuk. نحن كنا البردانين ولا ولا الجو كان برد؟ والله لا حاليا كثير مدك نحن لا ندخل البحر تشينكو لان دنيز البحر توك سوق توك توك ما نحن اللي كنا البردانين البحر هو او دنيز توك سوقته انه البحر كان بارد جدا تمام ما نحن البحر تشينكو لان دينيز ما حكوا بيز هو اذا بدنا نحكي انه كنا بردانين وشطك رح يحكوا الشماك احنا ناخذها يعني ما بصير نستخدم ازوك باردون سوقتو سوقتوك يعني كنا بردانين ما بصير وشطك رح نحكي فكي برضا رنا Evet hocam. Evet sonraki. Ben geçen yıl Antalya'da Ben geçen yıl Antalya'da mıydım? Hal kunta fi Antalya? Es-sene el-madiye. Mıydın? Aferin. Mıydın? Ahir harf A. Tamın hıt mı? Ye. Bıdın. Sen. Lennu mu? Bi sen. Peki. İbrahim. Evet hocam. Neden bu? Kadar erken neden bu kadar erken kalktım? Sen yorgun muydun? Yorgun muydun? Daha neden bu kadar erken kalktın? لماذا استيقظت هكذا bu kadar يعني هذه الدرجة